اهلا اهلا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اهلا وسهلا فيكم. من وين ما كنتوا عم تتابعوني؟ انا كوتش الاء. اذا كنتوا بتعرفوني خلينا نبلش الفيديو. بحبك كثير 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 كثير، بحبكم كثير كثير. اليوم عطلت زوجي فتحت، خليني ادلله اليوم. هلا هو جوا، رح اعمل له فطور غير شكل، رح اصوره معكم، ورح اعمل كمان غدا، رح اعمل مندي، وشو كمان هيك يعني شغلات هيك، وبرح اعمل كمان علبه هيك بوكس بدي احط فيه كراكيبي وحركيشي. بدي يصير كل فيديو اعمل لكم بوكس شكل حتى تاخذوا افكار من عندي. اشتريت كراتين كرتونه ب 1000 ليره. المهم هلا بنحكي فيهم، بس بدي لكم شغله قبل ما بلش الفيديو. بدي لايكات لايكات، بدنا نوصل ل 100000 مشتركه. وصلوني ل 100000 مشتركه، وبالمناسبه مشان قناتي الثانيه رح تكون ان شاء الله عن التنميه وعن التغذيه والرياضه. يعني كل اسئلتكم رح جاوب عليها بالقناه الثانيه، يعني هيك فيس تو فيس واحكي معكم، ما حتكون روتينات ان شاء الله. شغلات بتهمكم، اشياء هيك ظريفه وحلوه، يعني رح احط لكم رابط بالتعليق مثبت، وبتمنى انكم تشتركوا فيه حتى نبلش فيديوهات ان شاء الله. بكره بنزل فيديو او يعني بهاليومين ان شاء الله رح ينزل اول فيديو، هو عن ما رح احكي عن شو، بس مو روتينات، يعني اشياء بتهمكم كثير ان شاء الله تعالى، رح تحبوها ورح تعجبكم. كمان بدي اياكم تشاركوا بالقناه الثانيه، تشاركوا حتى تكبر بسرعه ونصير نقدم شغلات حلوه. خليني بلش الفطور لانه جاعوا وتاخرت انا، لانه هلا كمان بدي صور بدي اشارككم معي هاللحظات، فاكيد رح اتاخر اكثر، يعني بيكون الفطور باخذ معي ربع ساعه بس بده نص ساعه. يلا هلا. للصراحة أنا ما بحب زيت الزيتون مع المسبح والمتبل أبدا، ما بعرف ليش، يعني دائما زوجي بيحاول يقنعني لك والله أطيب والله ظريف والله كذا، بس بعدين مع الوقت صار مثل حكاية. شفتوا هون حطيت كمون خشن، جربوا الكمون الخشن مع المسبحة اللي هو حمص بالبلدان ما بيعرفوا، بجنن بطير العقل. وعلى فكرة أنا بتوقع إنه أطيب مسبحة وحمص ومتبل بالعالم هو بسوريا بالشام، ان هيك بتوقع، ما بعرف، اكتبوا لي بالتعليقات اذا حدا عنده شيء ظريف هيك وقولوا لي، ان هذا اللي بعرفه عنا هون ما شاء الله. المتبل بيحطوا له باذنجان مشوي بجيبه جاهز، على فكره احيانا بعمله انا على ايدي، بس هيك بوفر وبجيبه جاهز، بطير العقل من عند الحمصاني، من له حمصاني. بتعرفوا شو هي؟ مكدوس الفاصوليه، جوز وفاصوليه. كمان ما بعرف بتعرفوها يعني ببلدانكم، بيعملوها مع المكدوس، وقت موسم المكدوس بيعملوه. كانت ماما تعملناها على طول انا وصغيره، الله شو حبها. بس كمان جايبينها جاهزه محل باب سريجه. لاحظتوا اللبنه كيف انا ساويت؟ حطيت غطيتها بكيس. او بتعرفوا اللبنه اذا بدك تحافظي عليها اكبر قدر ممكن، لا تخلي الهواء يلعب فيها، يعني حطيها يا بكيس نايلو هيك وقفلي عليه مزبوط بحيث انه ما يلعب فيها الهواء، يا اما هيك بالعلبه كبسي الكيس عليها بحيث انه كمان ما يلعب فيها الهواء، طلعي في منها كل شيء فقاعات. شفتوا اللي حطيت الجبنه؟ بحب السمسم مع الجبنه كثير كثير اكثر من حبه البركه. وحتى الخيار، يعني جبنه وخيار. على فكره انا اذا بتعيشوني على طول على الجبنه والخيار، بس حصرا يكون الخيار مو بلاستيكي، بنقول له خيار بلدي، بعشقه كثير طيب. يا الله بحب لف سندويشه مع قدامها خياره واقرش فيها لهالخياره واكل، عن جد احيانا بيمروا علي فترات ما باكل غير سندويشه جبنه وخياره. بلف لاولادي كمان على سندويشات على المدرسه، كمان بحبوها كثير، ويحيى كمان كثير بحبها الحمد لله. بحبها اكثر من كاسه الشاي مع الخيار جبنه. ايه حتى اذا بدك مثلا عامله دايت فيك تاكليها مع الخياره بدون خبز، يعني مثل ما انا عملتها هيك مثل التوست، بيناتهم قطعت يعني قطعتين خيار وبيناتهم قطعت جبنه. هلا صح انا عم اقطع خيار وبندوره واعمل هيك يعني صحن بيض مسلوق مزين، بس لا 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 نحن مالنا هيك بالحقيقه. بس هالمره يعني كونه انه معطل زوجي، والسبب الاخر انه انا عم صور، فهيك حبيت يعني استمتع معكم شوي وتتمتعوا معي شوي.
ظبط الامور يعني. اما بالحقيقه لا، خلاص بقطع هيك البيض وخلاص، ندامه صحن بندوره وخيار والقصاص والملح والفلفل. اما والله كذب عليكم وقول لكم ان حياتي مثاليه وما في مثله والله، وانا هيك على طول على الدقه والنقره، لا بس هي هيك بالاوقات يعني، بالسنه مره مرتين ثلاثه، انكترت بالكتير بالكتير 3 مرات يعني. قاعده يوم الجمعه، يوم الجمعه بدللهم غير شكل طبعا، بعد الصلاه بعد صلاة الظهر يعني بيكون الفطور طبعا يعني قبها فول وتسقية. إن شاء الله تعالى بدي أعمل لكم شي مرة روتين يوم الجمعة، بس هو كونه زوجي يا حرام بيطلع من الصباح للمساء فما بيلحق حط له فطور يعني، بيقول لي مستعجل مستعجل، دوب يساوي له كاسة شاي، أحيانا بلف له سندوشة زيت وزعتر، أحيانا جبنة هيك يعني سندويشة، عرفته على السريع. أحيانا أحيانا بيقول لي مالي نفس آكل شي يعني، بس بيشرب شاي بحمل حاله بيتيسر. أما اليوم غير شكل ضاربينا يعني، غير شكل. لا بقى هلا هون انا بعكس المسبحه والمتبله، بحب زيت الزيتون مع البيض كتير كتير كتير. بس هلا كمان بدي اقول لكم شغله، يعني صحيح انا اعملكم بالسنه مره مرتين ثلاثه، اما مو والله يعني اني انا ما بعمل هيك، لا بحط سفره وبحط فطور، بس قصدي هيك التزيين يعني، عرفتوا؟ فهمتوا علي؟ انتوا اكيد بتفهموا علي، بحبكم انكم تفهموا علي. شفتوا الخبز؟ لاحظتوا اللي حاططه بالسله؟ عم باكل خبز خالي كوني هلا زايد وزني، والسمونات مو لي اكيد يعني، ما باكل سمون لانه حاجتنا سمن يعني، حاجه سمن بعد الكورتيزون وبعد الاكل والحشرش، شو بعرفني. هون بقى فطرنا ولله الحمد، والله فضل علينا من سابع سما وروقنا حالنا، الله إله يرزق الجميع ولا يحرم حدا من فضله يا الله يا كريم. أما جليت الجليات طبق عندي بقى المطبخ، شايفين كل صحون 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 صغيرة وزبادي، أكره شي بهالحياة الصحون الصغيرة والزبادي والجلي. الله يرزقنا جلاية إلهي وكهرباء، قول والله يرزقنا كهرباء قبل الجلاية. هلا رح نضيف إن شاء الله تعالى هيك، وظبط أمور المطبخ لحتى أطبخ على نظافة وصور على نظافة، عرفتوا؟ طبخ تصوير على نظافة. هلا بدكم الصراحة ولا بنت عمة؟ بصراحة والله الله فضل علي بهالمجلة، الحمد لله ارتحت كتير كتير على هذا المجلة يعني. أول شغلة شو ما وقع من إيدك ما بينكسر، هي أول ميزة. يعني خلاص ما من ولا طج انكسر، لا جميد شقفة، لا مو هيك. تاني شغلة بتعملي تيك 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 تيك، يعني خلصنا هيك، يا سلام نضيف هداك الرخام، بيعلق بالزوايا سواد، بيسود على القهوة وعلى الشاي وعلى البهارات وهالقصص والملونات والأصبغة تبع الأكل، بيتلون كتير وبيغمق. الحمد لله شوفوا بعمل هيك ما شاء الله نظيف، ما أحلى تبارك الله عن جد، الحمد لله رب العالمين، الله فضل علينا عن جد، أنا بنصح فيه وبشدة. وغير هيك كمان بيسرب لتحت يعني، بتلاقوا الشقوق بتشقق هيك وبيسرب، وكل فترة بده ترويب بروبة بالشمنتو، لا هيك أحسن ما شاء الله، كله مسكر ومأحلى وبضل تحت المجلى ناشف دائما. تقولوا لي عم كنتوا ادلقوا بهالمي، بس بدكم الصراحه والله شيء بفش القلب، والله غير شكل هيك الحياه يعني. هلا هو كونه دوش فما بيستهلك كتير مي لانه هو عم يرش رش، بس بتكون هيك مثل عم بتضخضخ هيك، لا هذا بيستهلك. هلا هون خلق ما بدنا نطول بالحكي، هون بعرف بالعي كتير، يلا معلش تحملوني شوي. خلصت وجليته هيك، طلعت الدجاج من الفريزر ونقعته بخل ومي، انا هيك بحب، انا هي عادتي. هلا بورجيكم كيف رح تكون المي تبعه للدجاج قبل ما اسلقه، بنقعه بخل ومي وملح لانه يعني بيقولوا في جرثومه هيك ما بتموت ومدري شو، فانا على طول موسوسه منه. فلبين ما يصير هيك، هلا ناموا نام زوجي وماما، فقلت لحالي لساوي هي العلبه اللي عندي. رحت انا اشتريت ورق من هاد، جبت ورق مورد وورق برج ايفل وهيك يعني زهر، ومن هذا الاسوات. وشفتوا هذا الورق الخيش
كيس الرز ما بكبه ما بستغني عنه، انا هيك شغلات كتير بحبه. يعني بتقولوا عني معتعتة؟ لا والله مو معتعتة، بقلبه على قفا انه هذا المتر تبعه حقه شي 20,000 ليرة سوري عنا، يعني ما بوشي محرز حقه. فلش حتى كبوا الكيس، والله بتعرفوا شو اسطول هذا الكيس؟ رحت لعند الزلمة عم بشتري رز من عنده اللي بدي اعمل مندي، لان هلا عم شفته رامي هيك على جنا، قلت له هذا الكيس للبيع؟ قال لي لا والله ما بدي اياه، ليش بدي بيعه؟ مشان شو؟ قلت له انا بشتري. قال لي لا خدي اختي على حسابك، ليش حتى تشتري؟ خدي والله انا ما بدي اياه يعني. والله قلت له هاته. اخذته وطلعت. كنز انا بالنسبه لإلي، والله ساويت فيه الكرتونه، عندي هي كرتونه قديمه، اما انا شاريه هلا 4 كرتونات، الواحده ب1000 كتير رخيصه، من البزوريه، في قرنه بالبزوريه هيك على اليمين مكان ببيع كراتين، محل ما ما بشتري هيك القصص يعني، العواد الخشب وهيك وكراتين وورق، فهنيك اشتريت الكراتين. والله اشتريتهم ولسه ما استعملتهم، ان شاء الله بالفيديو الجاي رح اورجيكم شو بدي اعمل فيهم، كراتين جديده يعني ما احلاها، بس هي مش استعمله، بس مع هيك ما رح اروح، قلت لحالي هي رح اعملها لكراكيبي وكراكيشي، هي الفردة المسدس الشمع الخيطان هدول الكلفه السيليكون المقص عرفتوا هيك يعني قصص تبعي يعني، وبحطها فوق الخزانه ان شاء الله، الله يرزقني باذن الله واحد تعالى، بدي اشتري ستند خشب هيك وحط فيه كراتين هيك قصص يعني، اعمل ديكور حلو ان شاء الله، ان شاء الله بعون الله تعالى، الله يكرمنا بكرمه. ايه شوفوا بسيطة يعني، حطيت من جوا ورق ومن من برا ورق خيش، شايفين هاي المطاطة اللي عم حطها هيك على فكرة ديكور، بس يعني مو تقوى، بس بتنسحب الكرتونة منها، اما تنحمل منها لا ما بتقدري تحملي منها الكرتونة، يعني ما فيها التقاوي، تقوى يعني قوية. فهي شحاطة يحيى اجى لكم الله، جابت له اياها ماما جديدة بلاستيك، فإلى هيك الشريطة كتير ضايقته، قلت له تعال اقول لك، قلت له اياها من على اليمين ومن على الشمال مثل كلاشة يعني، بتمسك له رجله، قلت والله لا اعملها ايدين للبوكس. شوفوا ما احلى طلع. لا تضحكوا والله لا تضحكوا، شايفين يعني عم وجهكم صعيتها تلزيق بس بتنسحب بسهولة. لا هون قعدت بقى بعد هذا كتير بتوسخ هالقصص تبع الخيش، هذا كيس الخيش كتير بيوسخ، بتعرفوا اللي بيطبخ كبسة بهذا اللي بيعرف قديش بيوسخ. هون مسحت الطاولة ونظفت وقمت وحطيت قبل ما يفيو مشان بلش طبخ، لأنه هلا بيفيقوا جوعانين. وخلينا نفوت إلى المطبخ، شوفوا هلا كيف راح يكون الدجاج، ميته عكرة بتلاقوها، يعني ما بغسله دغري وبحطه بالطنجرة، لا بنقعه وبعدين بقلي حتى تروح كل الزنخة منه. ولاحظوا بعد ما بكب المي بالمجلب بخله معقم، لازم يعني نعقم المجلى، ما بعرف هيك مرة طبيب قال انه عقمه بعد ما تغسلوا الدجاج، فصرت عقم والله وغسل منيح وقال لي تقلاي، حسيت ازرف، انا كنت دغري اسلقه، بس وقت اللي صرت قال لي وحطوا له المعطرات اللازمة، لا حسيت انه بتروح الزنخة وما بيصير له طعمة زنخة ابدا او ريحة واطيب، فرقت معي بصراحة. سألتوني على الأطباق اللي ساويت فيها والمضيفات بالفيديو الماضي اللي قدمت فيها الغداء والضيافة وهالقصص والاستندات تبع البريكسات، والله هنا يعني أنا مالي شاريتهم، هن قدمة بس أنا ما بستعملهم، يعني أنا ما بعرف ليش ما بستعملهم أصلا، يعني بتعرفوا دائما في عنا هيك بوفيه، مو عندي بس عند أغلب العالم في إزاز وفناجين وهيك قصص وحركيش بهالبوفيه ما بيستعملوا الا للضيف، يعني هيك اللي جاي من السفر او الضيف مثلا الخطابين مثلا اللي بدهم يخطبوا بنتهم. طلعت هيك لك ليش انا ما عم بستعملهم؟ طيب خليني اصير استعملهم، وانتم شجعتوني كونوا انتم استمتعتوا وحبيتوا، فبدي اصير دائما استعملكم اياهم، لانه عن جد العين بتاكل والنظر لهم غير شكل فعلا، بس هن قدام عند اهلي يعني ما انه جداد، عرفتوا انه انا منين شاريتهم قدام، والله يعني ما بعرف كتير بدي اشكركم على تعليقاتكم، كتير كانت حلوه بالفيديو الماضي. هلا هون ساويت شفتوا معجون طماطم وبهارات وعصفر وملح وبهارات المندي حصرا وزيت زيتون بدهان فيه، طلعت ايه شغله طويله، خليني اسفقهم كلياتهم سوا بهالبيركس والى الفرن، بين ما يخلص طبخ الرز اطبخ الرز يعني، ويخلص طبخ الرز بتكون تحمرت الدجاجه.
هلا هاي الحركة ضرورية انك انت تحطي الرز فورا دايركت فوق السمنة وتقلي حتى الرز تغب السمنة او الزيت اللي بتحطي، بتصير اطيب بتلمع يعني غير شكل، بتصير بتتحمص عرفتوا. بعدين بتحطي فوق مرقة الجاج او اذا ما عندك مي نصبة من قلة وملح وبهارات المندي حصرا كمان، ولومي وغطيها. هلا بعد ما بغطيها تنشف شي انه نص نشفة المي، يعني لساته الرز رطب، بحط ملونات صفار البيض وصفار الزعفران وبقلب نص بنص، يعني ما بخلطهم كلهم سوا، يعني بخلط الرز كله لا نص بنص مشان ما يعطي اللون الغامق الفاجر، بدي اياه انا ابيض واصفر واورانج. بعدين برد بغطيهم هون بقى لبين ما يتهدى الرز ويستوي مثل الشطور، بدي اساوي صلصة الدقوس. هلا في ناس تعمل سلطة، انا بحب هاي الصلصة، في ناس تعملها حارة، انا بحبها كمان، مو بحبها بحبها حارة، بس بحط لها شوية فلفل اسود كرمال ولادي، يعني هلا في ناس بحطوا لها شطة، الفليفلة شطة بتكون، لا انا بحط لها فليفلة وبندورة وفليفلة حمرا وفلفل ومعجون البندورة وتوم وزيت نباتي، زيت يا ربي زيت زيتون وخل ابيض وبالخلاط وبحطهم على جنب، تاخد العقل طعمته. على فكرة في ناس بطبخوها، انا ما بطبخها، انا بحبها مثل السلطة. هلا هون بحط فخارة وزيت وبطفي فحم بقلبه، بيعطي طعم التدخين، بتطير العقل. في بهارات مدخنة على فكرة جاهزة بترشي عليها، بس هيك غير شكل، تحسه طبيعية اكتر. هلا رح تقولي لي مضرة وما مضرة وكربونة وما بعرف شو، صراحة ظريفة. بغطيها هيك وبخليها تتخمر مزبوط. هلا هي لازم كان انا تكون اسمك من هي، بس مو مشكلة يعني منيحة قضت غلط، يعني المهم انه تعطي طعمة التدخين، صراحة طعمته بتطير العقل، طلعت بتجنن. انا من الناس اللي ما بنقع الزبيب ولا انه بحطه بالطبخه حتى ما ينتفخ، ما بحبه منفوخ، بحبه مثل ما هو هيك وبحطه على جنب لانه اولادي ما بحبوا ياكلوا، بس انا وزوجي فهيك يعني. وهذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم، واذا عجبك يا تقبشيني ما تنسي اللايك، خلينا نوصل ل 100 ألف مشتركه. ورداتي بحبكم كتير، وبامان رب العالمين وحفظه.